شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي افتتاح معرض أهلا رمضان الرئيسي بمحافظة القاهرة والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر. وخلال كلمة له بعد جولة في أرجاء المعرض، أكد رئيس مجلس الوزراء حرص أجهزة الدولة المعنية على توفير مختلف السلع الضرورية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة. وأشار رئيس الوزراء إلى ضخامة المعرض الرئيسي المقام بمدينة نصر، لافتا إلى أنه يضم نحو 126 جناحا مختلفا تمثل قرابة 80% من الشركات التي تعمل في قطاع الصناعات الغذائية. ولفت مدبولي إلى توافر مختلف أنواع السلع والمنتجات الغذائية، وذلك بالتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك بنسبة خصومات عالية تصل إلى 50% في عدد كبير منها. شهر رمضان المبارك على الأبواب، بيبقى دايما يعني هناك يعني الاستهلاك بيبقى بنسب أعلى شوية من المعتاد، فالحمد لله يمكن اطمأنينا على يعني توافر كل السلع من كل الشركات الكبيرة اللي بتنتج كل المنتجات. الحقيقة موجودة بأسعار يعني أكثر من ممتازة. النهاردة في نسب خصم كبيرة جدا بتصل إلى 50% في عدد كبير من السلع. يعني وخليني يمكن أتكلم ببعض يعني المنتجات بالذات اللي كان دايما بيثار يعني عليها موضوع الأسعار والسلع بتاعتها، وعلى الأخص موضوع الدواجن. النهاردة يمكن أسعار الدواجن اللي موجودة النهاردة واللحم، كان يمكن عشان يعني نعالج الفجوة اللي كانت موجودة في الإنتاج المحلي، الحقيقة استوردنا كميات معينة من الدواجن علشان تقدر إنها تغطي احتياجات السوق، والحمد لله النهاردة متوفرة بأسعار يعني جيدة جدا جدا وفي متناول المواطن. نفس الكلام لكل أنواع السكر والرز والزيت، والحقيقة كل السلع اللي ممكن إن شاء الله المواطن والأسرة المصرية هتكون في احتياج ليها على مدار شهر رمضان. ولكن أنا عايز أقول وإحنا واقفين النهاردة إن إحنا وصلنا إلى أكثر من 552 شادر على مستوى الجمهورية.